السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا ممكن أعمل سيلكت على أي جزء من المبنى، تمام، وأقول له حطه لي في الريسورسز، ريسورسز ويزارد، وأسميه أي اسم، نكست نكست، تمام. in order to continue the following 3D we'll need sign finish. فيبدأ يحطه لي هنا في الريسورسز. ممكن في اي وقت اعمل سيلكت على اي جزء موجود في الريسورسز، او اعمل سيلكت على اي عنصر واجي هنا اقول له فلتر. الفلتر ده كريت فلتر فروم سيلكتد، يعني الحاجه اللي معمولها سيلكتد سواء بالريسورسز او من هنا دي اعملها لي فلتر. ممكن اجي هنا اخلي ده كولوم، تمام. وممكن اعمل برضو واحد كمان علم على الستير وهقول له هنا كرييت، واقول له فلتر كرييت فلتر فروم سيلكتد ستير. اوكي، طيب دلوقتي اروح بقى للاساين ريسورسز وهقول له اعمل لي 3 دي فلتر، فيبدا يظهرهم لي كده. تقدر تعمل سيلكت على اي جزء وتقول له اكتف ان اول 3 دي فيو، فما يظهرلكش غير الجزء اللي انت بس ايه عامله سيلكت، تمام. واقدر اتحكم برضو في الاجزاء ديت اند واور، من ان انا هاجي هنا في الويندوز هلاقي قايمة هنا اسمها 3 دي فيو بروبرتيز، فيبدأ يجيب لي ايه الحاجات اللي هتظهر معايا. دي الفلاتر اللي موجودة، اقدر الغي اي فلتر فيهم بالشكل دوت. اقدر احدد مثلا فلتر بدوت واقول له اكتف ان اول 3 دي، فيبدا يجيب لي جزء بس اللي انا عامل له فلتر ده. لو انا عايز اظهر اجزاء معينه، ممكن يكون مثلا عايز تظهر الاعمده اللي موجوده في الدور الثاني على الناحيه اليمين اللي لونها ابيض، تمام. فتقدر تعمل كذا فلتر وتقدر تضيفهم هنا في 3 دي بروبرتيز، تقول مثلا اند اور، يعني عايز اظهر الفلاتر. هو اللي اختفى المره اللي فاتت لان انا بقول له على عنصرين غير بعض، فبيشوف ايه العنصر المشترك بينهم ما بيلاقيش، انما لو قلت له اور هيبدا يظهره. يعني مثلا خليها ديت واقول له دوت اكتف، بدا يظهر الاثنين لان انا قلت له اور. طب لو قلت له انت هيختفوا الاثنين.